المجلس الانتقالي يصعد ضد الحكومة في أنها تنظم فعاليات للتوعية بمخرجات الحوار. لماذا اعتبر الانتقالي مخرجات الحوار تطاولاً على أبناء الجنوب واستفزازاً له؟ وهل يحق للانتقالي أن ينصب نفسه وصياً على الجنوبيين وانحيازاتهم السياسية؟ أهلاً بكم. أصدر المتحدث باسم المجلس الانتقالي سالم ثابت بياناً ضد الحكومة الشرعية متهماً إياها باستفزاز الجنوبيين عبر تنظيمها فعاليات توعوية حول مخرجات الحوار الوطني بشراكة مع منظمات محلية عدة في عدن. هذا وقد شهدت علاقة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات مع الحكومة الشرعية هدوءاً نسبياً خلال الفترة الماضية بعد المحاولات الانقلابية الفاشلة التي نفذها المجلس في يناير من العام الماضي. يرى كثيرون أن وجود رئيس الحكومة معين عبد الملك في عدن منذ تعيينه يعد أمراً إيجابياً، لكن البعض الآخر يرى أن وجود الحكومة في عدن لا يتعدى الوجود الشكلي أو في الملفات الاقتصادية والخدمية، بينما القوة الأمنية والنفوذ العسكري بيد الإمارات ووكلائها في عدن، وينطبق الوضع أيضاً على محافظات جنوبية أخرى. الانتقالي في وجه الشرعية مجدداً، هذه المرة عبر تصريحات هدد فيها المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية بالتصعيد. هذه التهديدات جاءت على خلفية تنفيذ وزارة شؤون مخرجات الحوار الوطني لأنشطة توعوية تروج لمخرجات الحوار. الانتقالي قال في بيانه أن هذه الأنشطة تمثل تطاولاً على تضحيات شعب الجنوب واستفزازاً لذوي الشهداء، وقال إن الترويج لهذا المشروع هو ترويج لمشروع كان السبب لكل هذا الدمار والخراب، فكيف كانت مخرجات الحوار سبباً في هذا الخراب يا ترى؟ منذ أحداث يناير العام الماضي يمكن القول إن الكلمة الأولى في عدن أصبحت للانتقالي ومن خلفه أبو ظبي. يمتلك الانتقالي الذي يفترض أنه تكتل سياسي سلاحاً ثقيلاً قد يتفوق على سلاح الدولة، ويعمل على تحجيم دور الحكومة الشرعية وحصره في الجانب الاقتصادي والخدمي ونزع نفوذها السياسي والعسكري في عدن والمحافظات التي حولها. تبدو الحكومة الشرعية غير معارضة لتوجه نزع مخالبها في عدن، عبر عن ذلك رئيس الحكومة معين عبد الملك في أول تصريحاته عندما قال أنه سيركز على الجانب الاقتصادي والتنموي، وأكد ذلك النفوذ الأمني والعسكري شبه الكامل لأبو ظبي ووكلائها في عدن، بالإضافة إلى تحركات محدودة للحكومة وبالتنسيق مع هذه الميليشيات. بات واضحاً أن أبو ظبي تفرض هذا الوضع في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، وضع الحفاظ على الشرعية كمظلة قانونية لكن بلا نفوذ أو سلطة حقيقية على الأرض. لكن السؤال الذي يحضر هنا، لماذا يصمت الرئيس هادي عن الوضع الهجين؟ تقاطع المشاريع الإقليمية والمحلية أنتج وضعاً مشوهاً للشرعية أمام المجتمع الدولي. يرى العالم رئيساً لا يستطيع دخول عاصمة بلاده المحررة ومشاريع مختلفة للدول التي أعلنت أنها دخلت لاستعادة الشرعية. انحراف التحالف عن أهدافه أضر بالقضية الوطنية ومعركة اليمنيين ضد الانقلاب، وسبب حرجاً كبيراً للشرعية في المحافل الدولية، وما زاد الطين بلة هو تأقلم قيادات الشرعية مع هذا الانحراف والتورط في قضايا فساد مالي وإداري، وجعلهم يستمرؤون الوضع ولا يسعون لتغييره. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ العلوم السياسية أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. أهلا، مساء النور. إذا الانتقالي يعلن في بيان له أن نافذات مخرجات الحوار التي تم تعليقها لأجل الفعاليات تعد مثابة استفزاز له، برأيك ما تحمله هذه اللغة من دلالات؟ بالنسبة للبيان ولكل الفعاليات المتعلقة بالمجلس الانتقالي، هي مخرجات وليس مدخلات، بمعنى أنه
عقد تأسيس المجلس الانتقال الجنوبي، تأسيس الجمعية العامة، بيانات المجلس، مواقفها، تصريحاتها، هي مخرجات لاستراتيجية تم العمل عليها مسبقاً. علينا ألا نتحدث عن المجلس الانتقالي بمعزل، هكذا يتحدثون، بمعزل عن سياقه وارتباطه، بمعنى أن هذا المجلس هو مخرج. يعني أرجو أن نعطي هذا العنصر في غاية الأهمية، لأن إذا ركزنا على المجلس الانتقالي كفاعل سيؤدي بنا إلى تقدير خاطئ، وإذا ناقشنا مخرجات هذا الفاعل فإننا سنعطي إلى خطأ مركب. إذا نحن أمام المجلس الانتقالي والجمعية العمومية له، أو الجمعية الوطنية له، وكل تصريحاته هي مجرد مخرجات لاستراتيجية إماراتية تقوم على مجموعة، يعني عبارة، عندما نناقش هذا نناقشه في إطار، ودعني اليوم أنا لا أميل دائما إلى الحديث عن المحاضرات الجامعية، لكن اليوم بالذات أريد أن أوصل للإماراتيين ولدول التحالف أننا لسنا يعني أولئك الذين لا يدركون الاستراتيجية، ولسنا أولئك الذين لا يفهمون كيف تصنع المجتمعات. نحن ندرك أن يعني، وسأستخدم بعض المفاهيم السوسيولوجية والعلاقات المتعلقة بالعلوم السياسية، تقوم الاستراتيجية الإماراتية على عنصرين، اللي هو counter revolutions معنى ثورة مضادة، ثم تقوم هذه الثورة على non-state إيجاد لا دولة، ثم تأتي هنا عملية أخرى، ودعني أستخدم بعض الجمل فقط ليس استعراضا، ولكن نقول للإمارات الذين يخططون لكم، نحن أيضا نعرف من يخطط وكيف استخدمتم الاستراتيجية وما هي الاستراتيجيات. في حاجة اسمها هنا delegitimation بمعنى انتزاع الشرعية، وانتزاع الشرعية هنا سأتكلم بالعربي ليس بالأجنبي، انتزاع الشرعية بمعنى أن لابد من إضعاف الحكومة الشرعية حد أنها تفقد شرعية، هذا أحد العناصر، وهذا تم من خلال إعاقة الخدمات، من خلال تأسيس يعني نخب حضرمية وحزم أمني، من خلال إيجاد فراغات أمنية، هذا يسمونه انتزاع الشرعية. ثم نأتي هنا إلى حاجة أخرى اللي هي خلق سلطة أمر واقع، اللي هو دي فاكتور authority، بمعنى أن يعني دعني استخدم هذه الجمل ليس استعراضا، ولكن نقول للإمارات نحن ندرك ما تفكرون وندرك كيف تفكرون ومن الذي يصنع لكم هذه الاستراتيجيات، بمعنى خلق سلطة أمر واقع، بمعنى أننا أؤثث هذا الواقع بإيجاد مجلس انتقالي وإيجاد نخب حضرمية وميليشيات بديلة للجيش الوطني ونزع الشرعية. هذا يؤدي تدريجيا إلى إيجاد ما يسمى بسلطة أمر واقع. ثم نأتي إلى عملية أخرى تتمثل بإحلال هذه السلطة بديلاً عن الدولة، وهناك أيضاً عملية في غاية الخطورة، هي إضعاف يعني أهم عنصر للإمارات. أنا طبعاً لا أريد أن أفرط أو أتوه في المفاهيم، لكن هناك عمليات في الجنوب تقوم على تغييب الدولة وتآكلها، بحيث يصبح المجال الجنوبي يصبح مجالا للا دولة. هذه اللا دولة مسيطر عليها، يعني ليس اللا دولة بمعنى أنها يعني خارج الضبط، لا، هي اللا دولة داخل عملية الضبط، وهذه هي العملية اللي يعمل عليها البريطانيين بما فيهم الإمارات، بمعنى تسيطر على النخب، على الميليشيات، على الجماعات من خلال المال، حاجة اسمها هنا اللي هي إغناء النخب، يعني هذه عملية غربية بمعنى هو تستخدم في إغناء النخب السلطة، ولكن داخل اللا دولة نعمل على إغناء النخب العسكرية والمالية، بمعنى أننا أمد النخب المدنية والعسكرية وبالمال، بحيث عمل إغناء يخلق ولا. نحن أمام هذه الاستراتيجية، إغناء النخب العسكرية والمالية واللا دولة تحت الضبط ونزع الشرعية السلطة، كل هذه العمليات ستخلق حتما مجموعة من العوامل تجعل من الإمارات تتحكم بكل هذه الأطراف. المجلس الانتقالي الجنوبي بعد التأثيث له
من خلال السيطرة على الجغرافيا، من خلال إيجاد، هو طبعا نحن تحدثنا في حلقات سابقة وقلنا أن ميليشيات الحزام الأمني والنخب كنا نستخدم هذا اللفظ من في إطار سابق، الآن دعنا نتحدث بتوصيف آخر، هذا هو الجيش البديل للجغرافيا الجنوبية، هو الجيش البديل للمناطق الجنوبية أو الواعد أو المؤسسة العسكرية والأمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. نحن إذن أمام الإمارات تلعب وفق لخبراء في العلوم السياسية وعلم الاجتماع تمثلت في إضعاف السلطة الشرعية، لذلك المجلس الانتقالي الجنوبي ليس فاعلا بل مخرج. لا. بمعنى إذن أنهم إذن يعني هذا المخرج بمعنى أنه كل أفعالهم دعنا نقف عند هذه النقطة لكي ينضم معنا الأستاذ سالم ثابت العولقي المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ سالم. مساء النور. نعم، إذن أستاذ سالم، بين يدي البيان الذي تم إصداره، يعني تم تمزيق بداية اللافتات لمؤتمر الحوار الوطني والإعلان عن بعض الفعاليات، واعتبر البيان أن هذه اللافتات تعد استفزاز لفج لذوي الشهداء كما تم التوصيف ودماء الجرحى للجنوبيين. ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي يجد أن مثل هذا البيان وأي تصرفات ناتجة من المجلس الانتقالي هي مجرد مخرجات ل يعني استراتيجيات مسبقة مدفوعة من الخارج، كيف تعلق؟ مرة أخرى أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم الدكتور عبد الباقي شمسان. بالنسبة للبيان الصادر عنا في المجلس الانتقالي الجنوبي يوم أمس لم يحمل حدثا جديدا، ولكنه امتداد لمواقف الحراك الجنوبي السلمي الرافضة لمبدأ والآلية التي عقد على ضوءها مؤتمر الحوار، ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني في صنعاء 2012-2000. الرفض الجنوبي كان واضح في أوضح صورة من الحركات المتتالية التي شهدتها ساحة العروب، إضافة إلى مسألة منطقية وسؤال يطرح نفسه، إذا كانت مكونات الحراك الجنوبي في تلك الفترة ممثلة بالمجلس الأعلى للحراك الثوري الذي يترأسه الرئيس الأعلى للحراك برئاسة المناضل حسن باء أوم وبقية مكونات الحراك الجنوبي رفضت الآلية، إذا من الذي مثل الجنوب ومن الذي يتحدث باسم الجنوبيين؟ أما استمرار في محاولات تزوير إرادة شعب الجنوب فهي مسألة مرفوضة. هناك مكون سياسي أشترك في تلك الفترة هو مؤتمر شعب الجنوب، حتى هذا المكون في اللحظة يعني اسمح لي أستاذ سالم، يعني تتحدث لا عن أكمل الفكرة اختلف رئيس مؤتمر شعب الجنوب مع الرئيس عبد الرب منصور هادي حول شكل الدولة وغيرها من الأمور، في الأخير انسحب رئيس مؤتمر شعب الجنوب، ما حدث بعد ذلك هو استنساخ لهذا المكون من خلال عدد من الأعضاء. هؤلاء الأعضاء اليوم جزء منهم يقف مع الحوثيين في صنعاء، هم يقف مع الشرعية في الرياض، هذا العبط السياسي غير مقبول، لم نقبل أن يتكرر إلى أن انطلاق عاصفة الحزم واندلاع الحرب التي شنها الحوثيين وشريكهم صالح على الجنوب نتج عنها مفرزات جديدة ووقائع جديدة على الأرض، ملف سياسي، ملف أمني، ملف عسكري، من غير المعقول أن يتم التعامل بكل بساطة وكأنه هناك موقف جنوبي ممتد منذ سنوات، فالمسألة منطقية ولا تحمل الموقف أكثر مما يحتمل، هذا موقف جنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي هو امتداد لنضالات شعب الجنوب منذ 1994 حتى اليوم. نعم، يعني ربما كان تساؤلي قبل يعني وانا في لحظة ما قاطعتك كنت يعني انت تتحدث عن من الذي يمثل الجنوب في مؤتمر الحوار بعد انسحاب باعوم وجماعته، وانا اتساءل يعني اتسالون عن مؤتمر الحوار والان تقريبا الحكومة كلها والشرعية كلها 80-90% كلها من الجنوب، لا احد يتساءل عن ذلك او لا احد يتحدث عن ذلك.
أضف إلى ذلك أن هناك من أبناء الجنوب الذين لا تستطيعون أن تنكرون جنوبيتهم وانتمائهم للجنوب أيضا، من يتحدثون بلغة مختلفة تماما، فكيف تنصبون أنفسكم وتتحدثون باسم الجميع؟ هناك من يقول بدعوا كل مكون يتحدث عن نفسه، مارسوا أنشطتكم وتحدثوا بما شئتم وطالبوا بما شئتم أيضا، ولكن دعوا أبناء الجنوب الآخرين يتحدثوا بما شاءوا. هناك من هم مع الوحدة، وهناك من هم مع الحوثيين كما تفضلت، وهناك من هم مع الشرعية، وهناك من هم مع الأقاليم، وهناك من هم معكم لا ننكر ذلك. فلما يعني تريدون أن يكون رأيكم هو الغالب على رأي كل هؤلاء؟ أولا نحن لم نطفي أحد ولم ننكر أحد، الجنوب للجميع ولكل أبنائه، لكن 97 وهذه القضية لمن يحملها؟ أما مسألة تمثيل الشعوب فمن الممكن بالبساطة تمثيل أي شعب من خلال تمثيل رمزي، تمثيل صوري، ديكورات، والحديث بعد ذلك على أن هذه الجماعة أو هؤلاء الأشخاص يمثلون شعب ما، هذا الكلام غير صحيح. الآلية التي قام عليها مؤتمر الحوار الوطني في تلك الفترة لم تكن منصفة ولم تكن عادلة، وعملت على تزوير إرادة شعب الجنوب. وأنا سألت الكريم وأسأله لكل من ينتقد هذا الموقف، نقول أين التمثيل الحقيقي في تلك الفترة للجنوبيين؟ إذا كان ممثلي الجنوب في تلك الفترة اليوم اثنين يقف مع الحوثيين، فهل يمثلون الجنوب؟ سواء أحمد إذن اسمح لي أن أنقل سؤالك لضيفي يعني هنا في الاستوديو. هذا السؤال يكشف تماما عملية التزوير. نحن نتكلم أن عملية تزوير إرادة شعب الجنوب في أي استحقاقات قادمة مسألة مرفوضة، مخرجات لم نكن طرف فيها لن تطبق ولن تفرض على شعبنا بالقوة، وسنواجهها وسنفشلها. هذا موقف ثابت. دعني أنقل سؤالك. المسألة تكلمت، هناك مخرجات، هناك ملف سياسي قائم، هناك تغير أمني، هناك تغير عسكري، ما المانع ندعو الآخرين إلى الحوار، ندعو الآخرين إلى التفاوض، نجلس على الطاولة ونتفاوض حول كل هذه الأمور. أما تمرير مشاريع سياسية بالطريقة التي تريدها قوى صنع الشمال، تريدها أحزاب الشمال، هذه مرفوضة. جنوب اليوم ليس جنوب. اسمح لي فقط يعني حتى لا نشتت الفكرة. نعم. إذا دكتور عبد الباقي، استمعت لسؤال الأستاذ سالم وهو يتساءل عن عمليا من الذي مثل الجنوب؟ هم يجدون أن تمثيل الجنوب بحسن باعوم والذين انسحبوا انتهى في تلك اللحظة، من يمثلون الجنوب الآن؟ اثنان منهم كما قال مع الحوثيين علانية وبعضهم مع الشرعية، فعن أي تمثيل نتحدث؟ يعني هم ليسوا طرف في مؤتمر الحوار بتاتا حتى يقبلوا بمخرجاته. دعني أناقش الموضوع بعقلانية. نحن لسنا أمام دولة طائفية أو مناطقية لتمثل بنسب، نحن أمام معالجة مسألة وطنية يتم التوافق حول المصلحة الوطنية، ليس هنالك مظلمة جنوبية، هناك مظلمة وطنية. النظام السابق اللي على عبد الله صالح أحدث مظلمة وطنية، هل أبناء تعز لا يعانون مظلمة أو الحديدة أو حجة أو حضرموت؟ هناك مظلمة وطنية، وبالتالي هناك تمثيل للشعب اليمني. نحن لا نطالب من أخطاء الدول ومن أخطاء بناء الدول الوطنية الحديثة هو تمثيل الجماعات بنسب لمعالجة قضايا وطنية، هذا يؤدي إلى إعادة إنتاج القوى بحسب ثقلها في الجغرافية، ثم يؤدي إلى اللا دولة. بالتالي الحديث هو يستخدم كلمة شعب الجنوب، نحن نتحدث عن أبناء المناطق الجنوبية بغض النظر عن خطابه. هناك أبناء المناطق الجنوبية، أبناء مناطق الساحلية، أبناء مناطق تعز. الحديث عن شعب الجنوب هو يتحدث بهوية وطنية صارخة، هذا خطاب ليس بالضرورة أن يمثل الجنوب بمخرجات الحوار الوطني بكل الشعب الجنوبي. نحن نتحدث عن قضية وطنية وهناك تمثيل وهناك مظلمة وطنية، وبالتالي أنا كنت ضد 5-6-5 بمعنى اختزال الشعب اليمني في 55، وليس بالضرورة أن يمثل الشعب اليمني برمته أبناء الحديدة بنسب وأبناء تهامة بنسب. نحن نتحدث عن بناء وطن، عن معالجة مسائل وطنية، وبالتالي الوصول إلى ما الحكمة لكن أستاذ دكتور عبد الباقي إذا لم يلبي رغبات وتطلعات عدد لا بأس به؟ يعني هم الآن ليسوا بالعدد القليل ولديهم رغبة معينة، فلما يتم تجاهلها؟ ليس هناك تجاهل. هل أبناء تعز راضون أو لديهم
يعني قناعة بالسياسات الموجهة ضدهم. 30 عام من اللاما ولا كهرباء، اللامشاريع، إيجاد منطقة غير صالحة للاستثمار، أبناء الحديدة تم نهبهم، أبناء حجة وحضرموت وغيره. بالتالي هناك مظلمة وطنية، وبالتالي الحديث عن يعني عن بعض التفاصيل من منظور، يعني الآن نحن أمام هوية، أمام استدعاء هوية جنوبية. هذا الاستدعاء تم بالتحفيز، دعني أتحدث بوضوح، تم بالتحفيز من قبل دول التحالف العربي. كان بالإمكان أن نوجد الدولة وأن نعالج كل اختلالات كل مخرجات السياسات السابقة دون هذه المغالطات. حتى إذا كان هؤلاء الذين يتحدثون عن شعب الجنوب وهم تحت الجمهورية اليمنية، نحن لا نتحدث عن شعوب، نحن نتحدث عن مظلمات جغرافية. وبالتالي إذا أرادوا التعبير عن مطالبهم ينبغي أن تمثل وأن تناقش في الإطار الوطني وليس عن طريق الالتصاق بالدول الإقليمية التي لها مصالح استراتيجية بفصل اليمن شمالا وجنوبا. الشعب اليمني ليس من حقهم وحدهم، أقولها بوضوح، وليغضب من يغضب. سيفهم البعض أن وسيقولون أنني أكاديمي شمالي، أنا أكاديمي يمني أقول ليس هم من يقررون أن ننفصل أو نتوحد. الانفصال والوحدة قرار يمني للشعب اليمني وبما يحقق المصلحة الوطنية. هل من مصلحتنا الاستمرار كوحدة نعم جغرافية إذن أم الاستمرار؟ أستاذ سالم، يعني ربما يتفق الجميع مع أحقية كثير من مطالب المشكلة الجنوبية والإشكالية الحاصلة لديهم، وجميعنا نرفض القرار الأحادي الصادر من صنعاء أو من غيرها، ونود أن يكون هناك اتفاق جمعي. يعني ألا يمكن تجاوز كل هذه الإشكالات التي تعد ثانوية في ظل ما تمر به البلد من حرب تخوضها ضد ميليشيا انقلابية وضد أيضا إقليم وضد مجتمع دولي؟ أحيانا يشعر اليمنيون بأن أنهم وحيدون فعلا في ظل كل هذه الاختلالات التي تحدث، حتى يتم الخروج بالبلد إلى بر الأمان ومن ثم مناقشة كما تفضلت الجلوس على طاولة حوار يمنية لمناقشة كل المطالب التي تحقق لكل طرف ما يريده؟ أولا من المهم جدا أن نسمي الأمور بمسمياتها. ليس هناك شيء اسمه مظلمة جنوبية أو مظلمة جنوبية جغرافية، هناك قضية وطنية للجنوب، قضية وطنية سياسية حقوقية. التعامل مع قضية الجنوب كأنها قضية زواج الغافرات في مؤتمر الحوار أو قضية صعدة، هذا مسألة غير منصفة وغير عادلة. العقلية الشمالية، وأقول المشكلة في العقلية الشمالية التي تصور قضية الجنوب الذي هو عبارة عن دولة سلم وطن وجيش وهوية وعلم، ويأتي في الأخير ما يتحدث ليس من حقهم يعبروا عن مصيرهم بأنفسهم أو ليس، هذا كلام غير صحيح. هذا الخطاب هو المشكلة. هذا الخطاب منذ أن برز بعد تحقيق الوحدة اليمنية مباشرة هو الذي أنتج المشاكل وصولا إلى حرب 94 حتى الحرب الثانية في 2015. مسألة تمثيل الجنوب هي مسألة متعلقة بأبناء الجنوب فقط، ونقول متعلقة بأبناء الجنوب. الشماليين من حقهم أن يختاروا مستقبلهم، الجنوبيين من حقهم أن يختاروا مستقبلهم. التعاطي مع قضية الجنوب على أنها جزء من مشاكل. نعم، لكن أستاذ سالم، ما زلتم تتحدثوا عن الجنوب وقياداتكم ما زالت مرتهنة وبشكل واضح ويعني ومستفز إن صح لي القول للإمارات، يعني ذاهبة آتية إلى هناك تستلم رواتبها من هناك، يعني ألا يسقط ذلك من شرعية مطالبكم أيضا؟ خاصة بوجود الانتهاكات الكبيرة لكثير من شعب الجنوب مسجلة ضد الإمارات. طيب أنت وضيفك الكريم تتحدثون الآن من تركيا، القناة التي تمثلونها الآن هي تعرف كتب على أي جماعة ومن الممول لكم وللقناة. نحن نمثل الشعب اليمني أستاذ، لا أحد يتحدث عن جميع الإشكاليات كما نتحدث نحن. أي كيان سياسي عن دخل خارجي يمكنك متابعتنا بحيادية أستاذ سالم، وستجد أننا نقف فقط مع الشعب اليمني. نحن الوحيدون الذين نتحدث عن جميع الانتهاكات من كل جانب، حتى لا نتحامل. الإمارات العربية المتحدة
هي شريك في التحالف العربي، وهي الشريك الرئيسي للمملكة العربية السعودية في هذا التحالف. التحالف العربي ليس عيدروس الزبيدي أو المجلس الانتقالي الجنوبي ما إلى البلاد، جاء بطلب من الرئيس عبد الرب منصور. صحيح صحيح، اتفق معك، ولكنها ايضا شريكه للحوثي في كثير من الانتهاكات. هذا الامر لم اسمح لي استاذ سالم، اسمح لي. انا اطالب ان تمنحيني الوقت الكافي لاتحدث كما تعطين ضيفك الكريم الوقت الكافي ليتحدث. نعم تفضل. ارجوك. قلت العربيه شريك للمملكه العربيه السعوديه، بل الشريك الرئيسي. الامارات لها حضورها الفاعل في مكافحه الارهاب، في تثبيت الامن، في تطبيع الحياه المدنيه، جهودها ملموسه، انجازاتها ملموسه. كل هذا لم يحدث بعد. عن اي امان تتحدث استاذ سالم؟ اسمح لي فقط نقطه واحده اذا تكرمت، وساترك لك المجال. انت قلت بان قناتنا تتحامل. انا لم اصدر، لا القناه اصدرت تقارير حقوقيه ضد ما يحدث في الامارات. هناك منظمات عالميه، هناك لجنه الخبراء التي اثبتت بما لا يدع شك بان هناك سجون سريه يتم ممارسه فيها افعال اشنع مما يقوم به الحوثي في سجونه. لم نتحدث نحن، العالم الذي يتحدث، لم نتحامل نحن. نحن كنا مع الإمارات قلبا وقالبا، كنا مع السعودية قلبا وقالبا. مجرد أن انحرفت البوصلة وقفنا مع الشعب اليمني، وقفت مع صوت الأمهات التي يطالبن بأبنائهن حتى اللحظة يبحثن عنهن. لكي أصحح كلامك، منذ أن بدأت الأزمة الخليجية تحولت المواقف من السعودية والإمارات، حتى نكون واضحين أكثر. نعم تفضل. أنا أتكلم عن دور للتحالف العربي، أتكلم عن دور. نحن في محافظات الجنوب، منذ بدء عدوان الحوثيين أصبحنا أمام خيارين، أما مع الحوثيين وأما مع عاصفة الحزم، فاخترنا بدون تردد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي. بالنسبة لمسألة انتهاكات، تقارير، غيرها، هناك تصريحات لوزير الداخلية اليمني، لنائب وزير الداخلية اليمني، لجهات رسمية في السلطة الشرعية كوزارة حقوق الإنسان وغيرها، تنفي هذه الاتهامات. فهذه الأسئلة وهذه الأمور يجب أن توجه للحكومة الشرعية وليس للمجلس الانتقالي. أما نحن فنحن لكل التقدير وكل الاحترام لدور المملكة العربية السعودية ودور الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد على المضي معا حتى تحقيق أهداف كافة عاصفة الحزم في دحر الحوثيين ودحر التنظيمات. نعم، إذا كان وزير الداخلية ينكر هذا الأمر وهو الذي تحدث عنها بداية أستاذ سالم، وتغير رأيه، نحن نعلم متى تغير رأيه بعد الزيارة التي قام بها للإمارات. ويؤسفني أن يكون أحد أبناء الجنوب ينكر وجود جنوبيين مثله، يمنيين مثله في هذه السجون، ينكر بكاء الأمهات وبحثهن عن أولادهن. يعني لنقل أن وزير الداخلية غره المنصب، غره المكان الذي فيه، ولكن أنت الذي يفترض أن تمثل صوت الجنوب يفترض أن تتكلم بمصداقية. اسمح لي أن يعني الدكتور عبد الباقي يود العودة إليك، تفضل دكتور. دعني أقول أن وسأكون صريحا، هو لا ينطق بروح وطنية ولا ينطق وفقا للطلعات الشعب اليمني. هذا الصوت هو صوت إماراتي محض وليس صوتا وطنيا. ارتكبت مخرجات الحوار الوطني خطأ استراتيجيا قام على عنصري عندما فصلت قضية صعدة والقضية الجنوبية. قضية صعدة قادت إلى انقلاب، والقضية الجنوبية قادت إلى انقلاب أو يقترب قاب قوسين أو أدنى من الانقلاب. الإمارات اغتالت الشعب اليمني من خلال المظلمة الجنوبية، اغتالت الشعب اليمني. الإمارات عندما يتحدث عن تحرير، الإمارات نسقت مع الحرس الجمهوري ومع قطاعات علي عبد الله صالح لانسحاب المناطق الجنوبية. الإمارات تنسق مع الحوثيين، الإمارات تعمل وهناك تنسيقات وتحالفات بين الحوثيين والحراك الجنوبي، يقوم على إيجاد نون أكتور ستيت في الشمال ونون أكتور ستيت في الجنوب، بمعنى فاعل غير الدولة شمالا فاعل غير الدولة جنوبيا. ونحن نسير في إطار إضعاف السلطة الشرعية ونزع شرعيتها في إطار إعلان هويتين وطنيتين، هذا يخدم المشروع الإماراتي. إذن دعني أقول له بكلمة وضوح، ليس هنالك، نتحدث يعني واللي يغضب من يغضب، ليس هناك قضية اسمها قضية الشعب الجنوب، هناك الشعب اليمني. وأنا لست أكاديميا شماليا، وهذه القناة ليست تمثل هذه تمثل الشعب اليمني، ونحن لسنا أكاديميين شماليين، نحن أكاديميين يمنيين. وليس من حق المجلس الانتقالي الجنوبي أن يتحدث باسم الشعب اليمني، عليه أن يتحدث عن تطلعات جزء. اسمح لي يعني الدكتور سالم، سأترك لك الفرصة وأيضا أن تجيب علي. هل تجدون أنفسكم ما زلتم معترفون بشرعية الرئيس هادي كرئيس للبلاد؟ تفضل.
أنا طلبت من قبل قليل أن تعطيني الوقت الكافي. لديك الوقت الكافي، لن أتحدث بتاتا، تفضل. الزياد غير موجود. تفضل. أريد أعقب على مسألة مهمة. أولا، قضية الجنوب موجودة من قبل وجود الإمارات العربية المتحدة والمملكة. نعم، أتفق معك. ضيفك الكريم يدرك تماما جذور القضية الجنوبية، لا علاقة لها بالإمارات ولا علاقة لها بالسعودية. لماذا هذا المغالطة؟ لماذا هذا الإنكار؟ قضية الجنوب موجودة من 94، قضية لكن المجلس الانتقالي أتى بعد ذلك. الوطن، تسريح جيوش، تسريح موظفين، قمع لمسيرات، صحيح اغتيال عشرات الآلاف، ومعترف بالقضية الجنوبية وإشكاليتها من السابق. الحراك الجنوبي انطلق في 2007، عاصفة الحزم في 24 و25 مارس 2015، لماذا الإصرار على أن ما يحدث اليوم تقف خلفها الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة في التحالف العربي؟ هذا محاولة تشويه للوضع الموجود. الوضع الموجود قضية الجنوب أو قضية شعب الجنوب هي ليست قضية زواج الغافرات أو مشكلة صعبة. بإمكانكم كقوى شمالية التركيز اليوم على مشاكل الشمال، هي مشاكل كبيرة، مشاكل تحتاج لسنوات طويلة حتى معالجتها. ليس لدينا أطماع في تعز أو في الشمال أو في أي مكان، نريد حياة كريمة لنا في الجنوب وحياة كريمة لكم في الشمال. وتحفظون مصالحنا، آن الأوان أن تتوقف الكراهية، تتوقف الحروب. الجنوب ليس حق التجارب لأحد. تحالف 7/7/94 المؤتمر والإصلاح أن تحارب على الجنوب، تحالف 2015 سعودي والمؤتمر أن تحارب على الجنوب، نبغى إلى متى؟ ليس حق التجارب. الجنوب يريد أبنائه أن يحددوا مستقبلهم بعيدا عن مشاكل الشمال وممارسات. نعم، اتضحت الفكرة. ماذا عن سؤالي أستاذ سالم؟ أرجو أن تعيد السؤال. نعم، وهو أين تجدون أنفسكم من شرعية الرئيس هادي؟ هل تجدون أنكم ما زلتم تعترفون به كرئيس للبلاد؟ عبد ربه منصور كريمه كجنوبي ونعترف بشرعيته كجنوبي، لكن غدا اذا اصبح الرئيس على سبيل المثال نائب الرئيس الحالي لن نعترف به ولن نتعامل معه على الاطلاق. هناك قواسم مشتركه نحن حريصين مع هادي، مع رئيس وزراء ان كان جنوبي، مع قوى جنوبيه منخرطه في اطار الشرعيه، نمد يدنا للجميع. اما مساله الشخص اذا تغير، اذا شخص شمالي، طبعا موقفنا لا. نعم، يعني تقبلون به كرئيس للجمهوري اليمني طالما هو من الجنوب، الا تجد انه منطق غريب؟ شرعيه علي عبد الله صالح تعاملنا نعم. معها بعد 94 كشرعيه احتلال، وما زلنا نتعامل مع شرعيه صنعاء الى قبل عاصفه الحزم كشرعيه احتلال. عاصفه الحزم وتغيرات المعركه وتطورات المشهد هي التي اجبرتنا على المضي نحو اهداف العاصفه بشكل نعم الواقع تغير، ويفترض انها فرضت. ارجوك، ولولا التحالف العربي لما صبرنا ولما كان عندنا طول البال هذا طوال الفترة الماضية. فالتحالف العربي الذي تتهمون بالتحيز وبدعم الانفصال وغيره هو اليوم الذي يشكل عامل. نعم، ومع ذلك والتحالف العربي يعترف بالرئيس ويعترف بنائبه ويعترف باليمن كوحدة واحدة. لا أدري لما لا تقبلون بالأشياء كمجمل وتأخذون فقط ما يناسبكم. شكرا جزيلا لوجودك معي. نحن نعترف بالإرادة الحرة لشعب الجنوب. أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك أستاذ سالم ثابت العولقي المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذا دكتور عبد الباقي، يعني عادت يعني باعتقادك يعني بكل ما يحدث الآن، هل تتوقع أن يعود سيناريو الفوضى إلى عدن من خلال لغة التصعيد هذه؟ أولا دعني أعلق ب لم يعد موجودا معي، أتمنى ألا نأخذ في نفس سيسمعني بس النقطة. ضروري نعم. ضروري أن يصل هذا الصوت، ضروري أن يصل هذا الصوت إلى أننا أمام آهات سياسية، أمام أبواق للإمارات، أمام ألف باء سياسة لا يفقهون في السياسة ولا يفقهون بأبجدية الوطنية. نعم، اسمح لي دكتور، لم يعد موجودا أجبني على سؤالي. نعم. طيب، سؤالك حول 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 ماذا؟ الفوضى. إعادة سيناريو الفوضى. الآن نحن أمام مشروع، أنا قبل قليل تحدثت أن هذا الصوت والمجلس الانتقالي وهذا الخطاب الذي لا يستطيع الفصل مؤقتا، هو فاصل، لديهم فصل واضح أن هذه السلطة الشرعية مثلهم مثل الحوثيين. عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس والحكومة غير شرعية، فقط الحوثيين ينطقون لأنهم في الواقع يعني في 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 سلطة أمر واقع. الحراك الجنوبي أول ما يعطوله الإشارة الإمارات بالسيطرة على الجغرافيا سيعلنون مثل الحوثيين، مثل الحوثيين سيعلنون أن هذه السلطة غير شرعية. مبعوث الأمم المتحدة يعمل في هذا الإطار، بمعنى أنه سيؤدي إلى هذه النتيجة، لكن بطريقة الحديدة، بطريقة نموذج الحديدة، بمعنى ننتقل من الحديدة إلى تعز، نفتح المنافذ الإنسانية، نعيد الانتشار،
ومن هنا يصبح الحوثيين نون اكتور ستيت، فاعل غير الدولة وسلطة واقعية حقيقية ندية للسلطة الشرعية. في هذه الحالة سيتم أثناء أقولها أثناء فتح الحصار عن تعز، سيتحرك المجلس الجنوبي الانتقالي الجنوبي لإعلان الانفصال أو الاستيلاء على المؤسسات، بحيث يتم وهم قد تم تدريبهم على طريقة كردستان، بمعنى تم إيجاد لهم الحزام الأمني والنخب وتدريبهم على المؤسسات، وهناك مجموعة كالحوثيين عندما تم سلم مستلم للمؤسسات سيتم الاستيلاء على المؤسسات وإدارة الحياة اليومية والإمارة لهم 4 سنوات، لديهم خبرة في المؤسسات وخبرة بالشخصيات. ومن هنا سننتقل حسب وفقا للأمم المتحدة إلى أن الأطراف النزاع قد تغيرت، منها الحراك الجنوبي المسألة الجنوبية والحوثيين في الشمال. ومن هنا أقولها بوضوح، وعلينا أن نتحرك في هذا التصور الخطر. من هنا سيظل لدينا القطع جملة وتفصيلا مع مخرجة الحوار، قطع جملة وتفصيلا مع المرجعيات الأمم المتحدة. نحن أمام فاعلين جدد، أضعف فاعل هو السلطة الشرعية. ستتم هناك معارك في المناطق الشمالية في منطقة تعز بالذات، وأنا أكرر على هذا. لذلك أعتقد ولا أعتقد أن الجنوب سيحافظ على جنوبيته أو سيكون دولة موحدة، لأن الإمارات تريد استنزافه والغرب يريد استنزاف اليمن برمته. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا منصور صالح، رئيس تحرير موقع الأمين بريس، عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير أستاذ. أهلا بك. إذن كتبت على صفحتك الشخصية أن الدوس على صورة مخرجات الحوار الوطني في الشارع العام بداية الغيث، وأن القادم أشد وأمر. ما الذي تعنيه بهذا القادم؟ نعني أن هذه رسالة للحكومة بأن تتوقف عن استفزازاتها المتكررة لشعب الجنوب، وأن تدرك أنها غير مقبولة، وأن تصرفاتها المستفزة أيضا غير مقبولة، وأن هنالك شعب حي يأبى الالتفاف على انتصاراته، يأبى مصادرة إرادته، يأبى أن تفرض عليه أي حلول خارجة عن رغبته ويرفضها. لكل فعل رد فعل تساوي في القوة أو أقوى منه ومبادلة في الاتجاه، وعلى الحكومة أن تدرك أن الشعب الجنوبي قدم آلاف الشهداء للخلاص من احتلالين، الأول في العام، هل قدموها بسبب مؤتمر الحوار؟ والثاني في العام 2015. ولذلك هل السبب مؤتمر الحوار في 2015؟ هل كان السبب مؤتمر الحوار أم ميليشيا الحوثي الذي كنتم متفقين معها أثناء مؤتمر الحوار؟ قدم شهداء للحفاظ على كيانه، على الجنوب كيان واحد. نعم، من ودولة واحدة مستقلة. وبالتالي فمؤتمر الحوار الذي يجري الترويج له هو مشروع خبيث يستهدف الجنوب اولا، اما الشمال فلا. نعم، الا تتفقون في ذلك مع ميليشيا الحوثي الذي ترفض مؤتمر الحوار، وهي من دخلت في 2015 وعاثت في البلاد هذا الفساد؟ ثم هذه اللغه التي تتحدثون بها ضد مظاهره سلميه او فعاليه سلميه، اوراق معلقه بطريقه سلميه، لما تريدون حجب اي صوت غير صوتكم، خاصه وان هناك من ابناء الجنوب من يريدون الوحدة، وهناك من يريدون الأقاليم، وهناك من يريدون مخرجات الحوار الوطني ويؤمنون بها؟ لما تلغونهم هؤلاء كلهم وتتحدثون فقط باسمكم أنتم؟ أولا نحن نرفض أن نكون على وجه التشبيه بجماعة الحوثي، هذه لها مشروعها الطائفي الضيق الخاص بها. أما الجنوب فهو دولة كانت واقعة تحت الاحتلال، تحررت في العام 2015، وهي الآن مضية في إطار التحالف العربي ومع الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى إنهاء الانقلاب. لكن بعد ذلك شعب الجنوب وممثله الآن المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب ب حلول سياسية يرتضيها شعب الجنوب، وتعطي لشعب الجنوب حقه في تقرير مصيره السياسي. عدا ذلك لن تفرض أي حلول. الجنوبيون كانوا بمختلف مشاربهم متفقون على أن الجنوب دولة ينبغي أن تعود، وأن الكيان السياسي والجغرافي للجنوب ينبغي أن يبقى موحدا، ويرفضون تمرير فكرة أن تمزيق الجنوب تحت مسمى
تنفيذ مخرجات الحوار التي تستهدف الكيان والهوية والإنسان الجنوبي للقضاء على تلك الإنجازات التي حققتها ثورة 14 أكتوبر بتوحيد 22 مشيخة وسلطنة جنوبية في دولة كانت تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ودخلت في وحدة مع الجمهوري العربي اليمني وفشلت هذه الوحدة وتحولت فيما بعد إلى احتلال. نعم، إذا شكرا جزيلا لك منصور صالح رئيس تحرير موقع الأمين بريس، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كان أود أن تكون معنا بصورة أطول ولكن الوقت يداهمنا. عودة إليك الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني كثير من الكتابات التي استفزها موقف المجلس الانتقالي مما حدث، ليس فقط مجرد يعني ندوات تعريفية بمخرجات مؤتمر الحوار، أيضا رفض المجلس انعقاد مجلس النواب هناك، وكثير من الخطوات التي يتم رفضها رغم أنها سلمية تماما ورغم أنها ربما تدعو إلى الخروج بالبلد من هذه الضيقة وقد تحل إشكاليتهم فيما بعد ذلك. كتب فتحي بالأزرق أنه لا يحق للمجلس الانتقالي أو غيره الاعتراض على الفعاليات الخاصة بمؤتمر الحوار أو غيرها في اليمن طالما وهي سلمية. فتحي صوت جنوبي أيضا، ولكن وهو يمثل كثير من الأصوات، لا يتم احترام بقية الأصوات بصورة أو بأخرى، لماذا؟ نحن أمام خطاب ليس سياسيا ولا يفقه في السياسة، نحن أمام خطاب مدفوع الثمن، وحتى الضيف من يتحدث هو صوت من أصوات إحدى دول التحالفية الإمارات، وبالتالي هذا خطاب يسمى تكتيكي بمعنى تعويم، هو الاعتراف بسلطة شرعية دون السماح لها بالتواجد في الجغرافية، وجود رئيس الوزراء كشخص دون وجود الحكومة حتى تكتمل تأثيث المناطق الجنوبية. ستلاحظين أن هناك يعني اشتراك في لغة شعب الجنوب، لذلك نستطيع نقول لهؤلاء بشكل واضح لا يوجد في اتفاقية الوحدة شرط يقول أنه يحق لأي طرف الانسحاب أو في حال فشل المشروع العودة إلى مرحلة ما قبل 90. ليس من حق هؤلاء المجلس الانتقالي الجنوبي أو غيره أن يقرر مصير الشعب اليمني وتطلعاته. هذا مشروع اليمن تبقى يعني موحدة منقسمة، قرار الشعب اليمني برمته شمالا وجنوبا. نقولها سيغضب سيقولون أنا شمالي، لكن نحن نناقش بموضوعية. هذه خطابات لديها نزول، لديها تعصب مناطقي، لديها وهو بعض التعصب ندركه ونفهمه نتيجة لسياسات. أنا من أبناء تعز، لدي موقف من هيمنة الشمال على أبناء تعز، لكن لم أطلب يوم أن أفك الارتباط عن صنعاء أو أتعامل، والآن نحن نعامل بمعاملة غير لائقة من أبناء الجنوب، ولا نحمل الجنوب برمته. ذلك مسألة نحن نحدد مصير الشعب اليمني، من حق أبناء الشعب اليمني أن إذا هم يتحدثون عن الحقوق والحريات وعن أن شعب اليمن عليهم أن يتركوا أبناء الجنوب يعبروا عن مطالبهم، يقوموا بالفعاليات، ليس من حقهم أن يكمتوا الأصوات وأن يغتالوا كل من هم على الوحدة. الإمارات قامت بتصفية كل المقاومة الجنوبية التي كانت تدافع عن الجنوب وبنفس الوقت وحدوية لكن تريد إنصاف المسألة الجنوبية. الإمارات قامت بإضعاف الأحزاب السياسية. هذا الحراك الجنوبي صوت واحد سيقوم بتصفية أبناء الجنوب. وأنا أذكرك ليس من موقفي الشخصي، من موقف علم الاجتماع، هذا المجلس إذا ما تم الاستيلاء على السلطة سيقوم بتصفية أبناء الجنوب وقمعهم، وسيكون أكثر كارثية. الحديث أن لا علاقة لهم بالحوثي، الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي وجهان لعملة واحدة. هؤلاء قاموا بتمزيق الوحدة الوطنية، هؤلاء مشاريع خاصة أغتالت الشعب اليمني وتطلعاته. أنا لا أفرق بين الحراك الجنوبي وبين الحوثيين، لأن هذا مشروع يعني أدى إلى تمزيق اليمن وإلى استعادة السلطة، وهذا مشروع أراد أن يغتال تطلعات الشعب اليمني، لأنه كان بالإمكان لو حافظنا على الجنوب مع جنوب الشمال نستطيع أن نخفف من هيمنة الشمال، ونستطيع من خلال مخرجات الحوار الوطني أن نعيد
إدارة الشمل الإداري والاقتصادي والعدالة والعدالة والتنمية ليس بالضرورة حتى الدولة البسيطة التي كانوا ينتقدونها ويقولون أنها سبب التركز. المشكلة ليس في الدولة في الدولة البسيطة، المشكلة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. نستطيع أن ننجح في دولة مركزية أو دولة متعددة الأقاليم، لكن طالما متعددة الأقاليم تجربة دولية نستطيع أن ننجح. ولكن دعني أقولهم وليغضب من يغضب أن اليمن الموحد ليس الذي يقرره الحوثيين الذين، وهناك من يقول أن التقى عبد السلام محمد مع الزبيدي قبيل اجتياح صنعاء، هناك تنسيق وهناك ترتيب والمشروعين يتعاملان. وسأذكر الجمهور، كان كلما اشتعلت الجنوب خفت الشمال، وكلما اشتعلت الشمال اشتغلوا في الجنوب. هناك تنسيق، لذلك الشعب اليمني هو يقرر إن كان وحدويا أو إذا رد أقاليم، لكن ليس من حق المجلس الانتقالي الجنوبي أن يكبت الأصوات. شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.